بالنسبة للمي الصراحة السنة هذه أحسن سنة مرت علينا من يوم تؤسس بلدية عبسال الكبيرة. فأول شيء كانت في يعني في أزمة الكهرباء قطعت كم يوم، وبعدين رحنا يعني طلبنا من البلدية إنها تشوف لنا حل هالقصة، وشافت حل والحمد لله المي متوفر طول هذه الساعات. يعني في أزمة ذروة الصيف يعني الحمد لله كان المي موجود عندنا، ما قطعتش المي نهائيا من الحي. فاتت كارثة المية تيجينا في الأسبوع يوم يومين، أما بالنسبة للسنة هذه يقول الحمد وشكر لله المية على مدار الساعة ما عدا ساعات قليلة بتقطع بس. هي بقدر أقول الواحد ممتازة، وفي فرق كبير بين السنة هذه والسنة اللي فاتت. لم نعاني جدا من المياه. العام الفائت كانت شحيحة في مرتين في الأسبوع، بس الآن خاصة الصيف بحر مية زيادة من العام وقبله. يعني السنة ما كويس المية بتيجي، يعني يوم بفتح أنا فيه بلاقي فيه مية، يعني مش زي العام وقبله. والله المية ألف الألف يا عمي، والله من أربع سنين ما شفنا المية زي هيك. فرج هاي المية هي شغالة ألف الألف، وإن شاء الله يا رب تضلها دايما هيك وفيش معاناة بالمرة يا عمي. والله المية من العام للسنة مية مية، يعني مقارنة بالسنين اللي فاتت كانت صعبة، السنة هذه مية مية. أرنا بأزمة بس أسبوع زمان ومنه راحت. أول مرة من أكثر من 10 سنوات إن المية تطلع للدور الثالث مش الثاني بدون مدفع موتور، ضغط بدون موتور يطلع المية فوق. يا هذا يعني خدمة ممتازة، يعني أنا بعد هيك ما فيش خدمات، يعني ممتازة جدا. يعني بالنسبة السنة هذه مقارنة بالعشر سنوات مش السنة اللي فاتت، العشر سنوات الماضية. يعني كانت أحسن سنة تقريبا قبل 5-6 سنين. يعني المي كانت يعني متواجدة وكل الوقت مش قطع، حتى يعني السنين اللي قبل هيك تكون احنا على المطور وانا طابق اول، يعني على المطور نرفع مية. اليوم لا مطور ولا غيره، يعني المية واصلة وبتعبن الحمامات من فوق، والحمد لله يعني احسن من السنين اللي فاتت بكثير بكثير، ويا ريت تظل على طول زي هيك المي، يعني ما تقطعش زي هيك. والله بالنسبة للسنة شعرنا بس باربع خمس ايام ازمة. بالنسبة للعوام الماضية كنا نشعر فترة من شهر 6 إلى شهر 9 بالأزمة، كانت ولا شهر 10 كانت الأزمات تمر في السنوات الماضية. أما بالنسبة للسنة، السنة كويسة جدا جدا عن الأعوام الماضية. ولو في تحسن شيء ما في المياه، يعني فيش انقطاع، بس في نسبة ملوحة فيها، نسبة ملوحة عالية فيها. أما بالنسبة مقارنة بالسنوات السابقة ممكن نقول إنه في تحسن. لا بالنسبة لخدمة المية السنة خدمة المية كويس، يعني ما بنعوزش تموتير دفع ولا بنعوز أي حاجة. يعني المية بتطلع على البنايات العالية بدون أي إشي. نحن بنشكر الموظفين ونشكر القائمين على العمل هذا، نشكرهم في بالنسبة لخدمة المية السنة. الله أحسن من السنوات اللي فاتت، ولكن بتضلها نسبة الملوحة بتتفاوت مرة عن مرة، ولكن في الأول وفي الأخير لا تصلح للشرب. احنا بنشتري المية شراية ما نستعملهاش للشرب حتى للطبيخ، انا واحد من الناس ما بستعملها للطبيخ. بالنسبة للسنوات الماضية كانت تقطع باليوم وبالعشر 15 ساعة تقطع، الآن المية متوفرة بالنسبة لنا 24 ساعة في المنطقة الجنوبية، مية 24 ساعة متوفرة. وإن شاء الله نشكر الرئيس اللي خلي المي ونظف الشوارع ونظف الدنيا والدين وكل حاجة 100%، وشكراً إلى الرئيس الجديد أبو دراد رئيس مجلس عبسال الكبير. السنة بالنسبة لعام نول السنة المي منيحة كتير، يعني قوي كتير، أما عام نول بقى ضعيفة جداً المي، يعني بقى في نقص عند الناس، وفي ناس بقى ما تنقص المي من برا تروح.